السيارة من وين سرقت؟ من قدام البيت، طلعت الصبح وما لقيتها. تكفى يا حضرة الضابط تكفى، الهلي رأس مالي رجعوا لي. أبشر أبشر، استمارة السيارة موجودة معك؟ الاستمارة؟ بالهلي بالهلي حاطها بالدرج. طيب حافظ رقم لوحة السيارة؟ إي حافظها، دال لام ميم، لا دال لام نون. ذكرني باسمك معليش. عامر. الله يحييك أخوي عامر. عندنا يا عامر النظام، أي بلاق في أي سيارة مفقودة لازم تحضر الاستمارة الأصلية أو صورة منها. معليش. الصورة موجودة عند الوالد بالبيت، أروح أجيب هوجي. يلا توكل على الله. يلا مشينا. عسى ما خليت السيارة وضع التشغيل. إلا مخالية وضع الطيران. انثمر ما ساعدك أسأل ولدي. يقصد السيارة انسرقت وأنا نايم. بلا والله من وجانك ولفك ودورانك وقعودك والاستراحة. الاستراحة ما لها دخل يبا، السيارة انسرقت من عند باب البيت. ما خربك والله البيض المارج صويلح. أفا أنا يا عام. إيه أنت أنت أنت. خلاص يبا، حنا نبي صورة الاستمارة بنوديها للضابط. طيب تتمحد. تركي. تركي؟ إيه تركي، نسيت أمشي بطب السيارة وصرفته أنا. أنا متأكد إنه تركي، نص شوى إحنا استراحة هو اللي زالفه، الرجال حرامي. تقول صادق. يا حضرة الضابط، تركي حسود، ومن يوم حنا صغار وهو ناشب لي بكل شيء. إيه، بس ودي تعرفون حاجة واحدة، إنه لو جبنا المتهم وحققنا معه وطلع بريء، له الأحقية إنه يرفع عليكم دعوة في المحكمة. أقصر قبتي تسنى مو بهو، وروح وما جاك علي. يا حضرة الضابط، تركي هو اللي سرق الهلي. يا عيال، يا عيال خويكم، امسكوني ما سويت شيء، ودي شنو مزين يا أخي فزعة. يا عيال تكفون، عامر صالح يرحم والديك. اسحب عليه بس. أنا يا عامر سارق سيارتك؟ أنا تركي خويك. الخوي ما يسرق خوية يا خاين العشرة. اسمع أنت وياه لا تكثر كلام. تركي، السيارة اللي أخذتها وين وديتها؟ اعترف لي هالحين. المتهم تركي عليه بلاغ بسرقة سيارة أخرى بس محمد بن سعد بن علي. هذه سيارة عمي. ودي توقف يلا يلا ودي توقف يلا بسرعة. يا هو يا عسكري يا عسكري، والله ما سويت شيء يا ابن حلال. من زينك يا عم أسك سيارتك ذا الهلي. بريء والله بريء. لا يا شيخ، بريء. كل الناس اللي تجون هنا يقولون بريء بريء. معك تركي. معك مطلق. أنت إيش قضيتك؟ لا ما سويت شيء، بريء زيك. يا الحبيب يا الغالي، أنت ويا ولادك. تركي ولد أخوي فشلني قدام ناس واج، أنا وهو أنا عمه سرق سيارتي مرتين، بس وش تبين أسوي؟ وش تبين أسوي يا الربع؟ ولد أخوي وأخوي الله يرحمه موكلني عليه. طلبتكم يا الربع تكفون إنكم تتنازلون عن القضية. وشلون نتنازل والسيارة ما أدري وينها؟ أكيد إنه يا صادم فيها أو شاب فيها. ولد أخوي عارفه زين، حقودي وحسودي وتذوب بعد تذوب. طلبتكم تكفون يا الربع، تنازلوا على القضية. والله ما تنازل. والله ما تنازل، لا تنازل خلاص، لا أنت ولا أبوك لا تنازلون أبد. خلوا ولد أخوي يقعد بالسجن. أقعد يا تركي، أقعد يا تركي.